البنات الحبوبات عييتو ما تقلبوا على بشره زجاجيه، يعني كيف ما كنقولوا حنايا دايره كي بحال المرايه اللي هي صافيه ما فيها حتى شي عيوب، يعني خاليه من الشوائب وخاليه من جميع المشاكل. البنات كما راه كتشوفوا وكتشوفوا كل شيء بين عينيكم وقدامكم. البنات انا ما خبيت عليكم، يعني جيتكم بالجديد، واخا غبت عليكم سمحوا لي، ولكن جيتكم يعني ما جيتكمش خاويه، يعني جيتكم بالجديد. فلذلك البنات غتمشيو للقناه وغتلقاو المنتوج الجديد الروعه البومبا اللي هو منتج واحد فقط البنات وثمن رخيص. راني حاطه كل شيء في الفيديو في اليوتيوب. المهم ما تنسونيش انا تخليوا لي غير لايكات باش تشجعوني وتابوناو معايا باش تشجعوني اكثر واكثر، ومرحبا بكم في القناه ديالي. سلام البنات، سلام الغزالات، كي دايرين؟ كي دايره اموركم؟ نتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوها في هذا النوفيل فيديو اللي هو بعد غياب وغياب وغياب، يعني اللي دام طويل يعني شي شويه. فلذلك البنات اليوم رجعت معكم، وان شاء الله رجعت معكم ديما ديما كما كنقولها في القناه ديالي بالجديد بالجديد وبالفائده ان شاء الله. كما تنقول ديما البنات قبل ما نبدا ما تنساوش عافاكم، راه كما قلت لكم غبت من طبيعه الحال على كما كنشوف يعني الدعم ما كاينش والتفاعل ما كاينش، داكشي علاش البنات يعني كنحط لكم شي حوايج اللي هما زوينين تستافدوا منهم وتفيدوا منهم غيركم. فلذلك البنات عافاكم ما تنساونيش باللايكات ديالكم كتشجيع من طبيعه الحال باش حتى انا نعود ديما نحط لكم لي فيديو ونحط لكم اي حاجه من طبيعه الحال يعني كتحبوا، ولا اي حاجه بغيتوا تسولوا عليها مرحبا الف مرحبا. فلذلك البنات عافاكم ما تنسونيش باللايكات اللايكات اللايكات باش انا كتعاونوا الفيديو يطلع يزيد يطلع اكثر اكثر باش يتشاف عند الناس جداد. فلذلك البنات وما تنساوش تخليوا لي التعاليق ديالكم وتابوناو في القناه تشتركوا مرحبا الف مرحبا، اللي باقي ما مشتركش يفعل داك زر الجرس باش ديما اي فيديو حطيته جديد يوصلكم نتوما الاولين. البنات اما كنقولها ديما في القناه ديالي، يعني قناتي قناه شي حاجه اللي هي كما تيقولوا دائما في المتناول، وشي حوايج اللي انا كما قلت لكم عن تجربتي الخاصه، لان كنقولها ديما البنات كيف نبغي الخير راسي نبغيه لغيري. فلذلك البنات انا اي منتوج انا كنجي نحط لكم في القناه ديالي وإنما ما كنكون دايره انا يعني عن تجربتي مجربه، يعني مجربه اللي ماشي انا كما قلت لكم كنجي مثلا نجربو يومين ولا مثلا ما جربتوش ونجي نقول لكم هذا المنتوج البنات راه خطير وواعر وإفكاس. لا البنات كنقولها ديما في القناه ديالي، يعني ديما اي حاجه انا كنحطها لكم يعني قناتي قناه مصداقيه البنات. فلذلك البنات انا كنحب ديما نجيكم بالجديد وشي حاجه اللي طوب البنات، وديما طوب طوب اللي ديما كتخص البشره. كما كتعرفوا دابا رمضان الناس راكم عارفين كيكون شويه الاهمال ديال يعني الاهمال شويه راكم عارفين رمضان الكوزينه، فلهذا البنات كتكون شويه البشره ديالتنا شاحبه يعني ممضوياش ناشفه باهته، يعني داك اش كيقولوا ليه ديك الاضاءه اللي كتكون فيها كتكون سبينتا يعني طافيه. فلذلك البنات جيت لكم بواحد المنتوج اللي هو منتوج فقط واحد في متناول يعني الجميع، يعني الثمن ديالو داير 10 اورو اللي هي مثلا 100 درهم مغربيه. المهم البنات راه هذا غيكون لان اللي غادي نوريه لكم راه غيكون حتى في المغرب موجود في المغرب. البنات ما نكذبش عليكم ما غاديش نحلف، راكم عارفين رمضان هذا الانسان اللي كيكذب راه كيكذب غير على راسو. فلذلك البنات انا ما نكذبش عليكم هذا المنتوج من بعد. المهم راه نتوما غتشوفوا وغتحكموا الانسان، راه انا انفوت انا كندخل مثلا وكنشوف هاد السوشيال ميديا وكنشوف لي فيديو وكنشوف شحال من حاجه البنات، يعني من لا بيرسون اللي كيف اللي كتهضر وكتعطيكم المنتوجات راه كيكون بين من الانسان وبين من الوجه ديالو. فلذلك البنات نتوما راه نتوما غتشوفوا كما تيقولوا على 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 وجهكم وغادي تحكموا من طبيعه الحال. فلذلك البنات انا جبت لكم كريم واحد ايدغاتونت اللي ما نكذبش عليكم البنات انا ما بقيتش كنستعمل حتى شي حاجه يعني من غير هذا الكريم هذا لي فريمون يا البنات، راه ما نكذبش عليكم راه يعني بالنسبه انا كندابا هذا بالنسبه للناس اللي عندهم، حيت الاغلبيه ديال الناس كيعانيو ملي عندهم لابو ساش يعني هذا الجلده الناشفه، يعني اللي انا كما قلت لكم ماشي غير ناشفه ولكن جد 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 اللي كتكون بزاف 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 اللي هي ناشفه حتى لواحد الدرجه ما كتصورش. البنات انا عانيت من داك المشكل
اللي ما نكذبش عليكم فريمون، يعني البنات كنت كنقول محال ان وجهي يرجع نورمال، ومحال ان البشره ديالتي تولي تضوي لواحد وصلت لواحد الدرجه ان الوجه ديالي كله كيحمر وكيتقشر، والقشره هكاك ناشف ناشف، واخا ندهن ليه ما نعرف الكريمات ديال الدنيا والدين، اي فوا كندهن هذاك لابو كيشرب دغيا وكيترجع ليا الجلده ديالتي ناشفه، وكتعطيني في نفس الوقت كتعطيني واحد ما نقولش عليكم واحد ديرونجمون، واحد انك كتحسي بالبشره ديالك ناشفه ناشفه ناشفه. فلذلك البنات كما راكم كتعرفوا البشره الناشفه يعني كت دغيا كت كيجيوها تجاعيد. فلذلك البنات انا جيتكم بكريم واحد البنات غزال غزال فريمون يا البنات، يعني بالنسبه ليدراتاسيون ليدراتاسيون يعني الترطيب، وانه كيعاود لا بارير كوتانيا يعني كيعاود انك يريباري لك الجلد الجلده الميته، كيعاود يجدها لك تيحيها لك من جديد البنات. وهانتوما شوفوا البنات وجهي ما شاء الله وانتوما تحكموا. فلذلك البنات بلا ما نطول عليكم، المهم البنات عافاكم عافاكم، كما تنقول انا كنطلبكم غير بالتشجيعات ديالكم باللايكات ديالكم، ومن طبيعه الحال الى عجبتكم القناه وعجبكم الفيديوهات اللي انا كنحط، وتنتوما علاش لا كيف ما تشاركوا معايا شنو الفيديوهات اللي كتبغيو شنو اللي كتحبوا اي حاجه مرحبا على راسي وعينيا. المهم البنات ندوزو دغيا للمكون المنتوج اللي هو هذا البنات، هذا البنات تيتافيل اللي هك المهم كلش كيفاش كتقرا تيتافيل، هنا كيقول تيتافيل البنات هو هذا البنات، راه فريمون واعر فيه الفيتامين او وبي 3 ويعني برو فيتامين بي 5 يعني البنات راه شي حاجه، والاوليو دي ماندرلي دولشي يعني فيه حتى من زيت اللوز الحلو، راكم عارفين هذا الشيء يعني غني عن التعريف البنات. هذا يا البنات ما نكذبش عليكم البنات اللي كتعاني كاع من المشكل اللي ما خلات ما دارت في وجهها، ما خلات ما دارت في كمارتها كيف ما كنقولوا حنا في هذا، وما دارت لك اختي حتى شي حاجه اختي، هذا هو الفيديو اللي انت كتقلبي عليه بالضبط، وانت غادي كما تيقولوا غادي تجربي وغادي تحكمي وغترجعي من طبيعه الحال وتكتبي لي في التعليق وتخلي لي في التعليق من طبيعه الحال انه من الاستعمال الاول البنات ما نكذبش عليكم، من الاستعمال الاول سبحان الله ايفو كديري كديري كتحسي بالبشره ديالك ولات البشره ديال لي بيبي، ما نكذبش عليكم من ناحيه البشره تتولي رطبه، من ناحيه اي حاجه في البشره ديالك كيف ما بتكون كتعالج، يعني كما قلت لكم هذا راه كيعاود يجدد الخلايا الميته وكيعاود يجدد لكم البشره كما تيقولوا دي نوافو من جديد. فلذلك البنات عافاكم ما تنساوليش باللايكات البنات، هذا راه تلقاوه في لي فارماسي ولا في المغرب لي بارا فارماسي، المهم هنا البنات راه داير ب 10 اورو في المغرب، يقدر حتى هو شوفوا بشحال يقدر يكون قل اولا بنفس الثمن. فلذلك البنات ها نتوما باش ما تقولوش راني ما كنوريش مزيان، ها نتوما البنات سكرينيو وان شاء الله البنات نتلاقاو في فيديو مقبل، راه عندي لكم بزاف 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 البنات سيختو في هذا رمضان، راكم كتعرفوا البشره بالصيام كتشحب كتنشف كتطفى من داك الاضاءه ديالها ما كتوليش فيها واحد لابغيونس. فلذلك البنات الحل عندي ان شاء الله كما كنقول لك قناتي قناه الحلول ان شاء الله ليا وليكم البنات، ومن طبيعه الحال تبارطاجيو القناه ديالي لاي بنت اي بنوته حتى هي كتبغي تحافظ على البشره او مسكينه كتعاني من البشره ديالها عندها شي مشاكل. فلذلك البنات راني كندير مجهود ديالي وتنتوما كنتمنى منكم ديروا معايا مجهوداتكم غير باللايكات، تخليوا لي اللايكات ما يعني ما خاسرين حتى شي حاجه في سبيل الله، اللايكات ديالكم والتعليق الزوينين من طبيعه الحال، وتبارطاجيو وتشتركوا في القناه، مرحبا والف مرحبا، ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورمضان مبارك سعيد.